يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تعالى بخير. طبعا توضيح بسيط لملزمة الانزيمات. اولا هي الملزمة طبعا مثل ما تعرفون موجود التسجيل مالتها، والدكتورة ما قصرت، ممنون يعني ممنونين من عندها. ولكن توضيح بسيط يعني طلبه بعض الاخوة ان شاء الله بخدمتهم. فاولا اني يعني مو قصة انه اركز لك على الامور المهمة او كذا، انا بس انه انطيك خلينا نقول قصة، انطيك انه شنو هي الانزيمات، شنو احاول انه اللي عرفته من عتهن انه انقل يالك يعني، واضافة للامتحان، لكن حتى تكون فكرة للامانة حتى لا تنظلم الانزيمات. فاولا هذا السيلبس مال الانزيمات. تمام. اول شيء كتعريف، الانزيمات هي بايولوجيكال كاتاليست. معنى كلمة كاتاليست اللي هو عامل مساعد، اللي هو خلينا نقول a substance that accelerate، اللي هو تزود سرعة، خلينا نقول accelerate the rate of reaction without being consumed، يعني بهذا الرياكشن من دون أن تستهلك. يعني هواي اكو خلينا نقول biochemical reaction بالجسم، يصير تحويل مواد الى كذا، break down الدايجستشن نفسه، احتاج بهايدروليسيز، خلينا نقول الكواجوليشن اذا تذكرون هي عبارة عن انزيمات، خلينا نقول كاسكيد والى اخره. فهاي كل هذه الرياكشن انا احتاج بيها كاتاليست يسرع لي من الريت مالته. فانزيم ار بايولوجيكال كاتاليست ويتش برينج اباوت كيميكال رياكشن ان ذا ليفينج سيل. تمام. هي تصنع بجسم الانسان ان فيفو، لكن ممكن تشتغل ان فيترو. ان فيترو يعني خارج جسم الانسان. فيقول لك انزيم ار سينثسايزد، بالاصل هاي النقطة كلش مهمة، انه وين تصنع؟ بالخلية. تصنع عن طريق الرايبوسومات اللي هي موجودة اتاش للرف اندوبلازميك ريتيكولم، هي شبكة اندوبلازمية كنا نسميها الخشنة او هيك شيء، لكن حاصل هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم. ليش رف؟ لان هي بها الرايبوسومات. الانفورميشن عن طريق الدي ان اي، تمام، الدي ان اي يروح للرايبوسوم خلينا نقول او هيك شيء. امينو اسيد ار باوند، طبعا باوند توجذر تو فورم. ليش امينو اسيد؟ لان هسه راح نقول انه الانزيمات هي عباره عن اغلب موست اوف ذيم هي عباره عن بروتينز، فلذلك خلينا نقول ممكن يصير ترانزليشن وترانسكريبشن الى اخره من الدي ان اي كود على مود يصير عند الانزيم. الفانكشن مالتها ممكن بالدايجستشن اللي هي الدايجستيف انزيم، ممكن بالبريثنج، ممكن بالسينثيسز اند بريك داون اوف كاربوهيدرات او بروتينز اند فات. للان ما عندنا اي مشكله شنو هي الانزيمات وين تصنع. زين، الانزيمات قلنا هي عباره عن كاتاليست. زين، الماده اللي تشتغل عليها بالرياكشن على مود تتحول هاي الماده من احنا كنا نسميها رياكتنت، خلينا نقول متفاعله، الى برودكت. لكن هنا التسميه راح تختلف. الماده اللي خلينا نقول ترتبط بالانزيم على مود تزيد هاي سرعه التفاعل نسميها سبستريت. فلذلك يقول لك انزيم كونفرت سبستريت انتو ا برودكت. مثال عليها مطيك اللاكتوز اللي هو هذا الدايسكرايد الموجود خلينا نقول بالملك، عن طريق اللاكتيز هذا الانزيم هو بالاصل راح يصير هيدروليسيز، اضافه ماء وتنكسر الجلايكوسيد لينكيج ويصير مونوسكرايد بمونوسكرايد. شو اسمه اللي يساعد على هذا التفاعل هو اللاكتيز انزيم، فحول يالي جالكتوز اند جلوكوز. تمام. The increase in the speed of reaction. زين، شلون هاي الميكانيزم؟ ما اريد افوتك، اكو فقط في شيء يسموه energy of activation او الاكتيفيشن انرجي. هاي الطاقه لازمه على مود تتحول من الانيشال ستيت للترانزيشنال ستيت، لكن بالحاصل انه على مود يمشي هذا التفاعل انا احتاج كم من الطاقه. انت بالمختبر شو تسوي؟ سخن. زين، هذا بجسم الانسان ممكن منطقي؟ لا. فانا شو احتاج؟ احتاج هذا الانزيم على مود شنو؟ يقلل الاكتيفيشن انرجي. They do not affect reaction equilibrium constant. للأمانة أعتقد هذا اللي يقصد بها، وهي هم مهمة النقطة، إنه إيش قد كميات المواد خلينا نقول راح تتحول منا ومنا، خلينا نقول equilibrium constant and the thermodynamics of the reaction. هاي النقطات يعني أو هاي النقطتين جدا مهمة. وهسه نشوف يعني هذا الدايجرام يوضح. فالبالأحمر اللي بالاحمر يكون رياكشن وذاوت انزيم. ليش هنا أنا بالاحمر صار رياكشن وذاوت انزيم؟ لان اذا تشوف ايش قد يحتاج طاقه على مود شنو؟ على مود يكمل الرياكتنت تتحول الى شنو؟ الى برودكت. بينما اشوف الانزيم هذا بالازرق، وبسبب هذا الانزيم قلل هاي الاكتيفيشن انرجي او الانرجي خلينا نقول ريكوايرد على مود يصير هذا التفاعل. لكن انتبه، شوف التشينج ان ذا فري انرجي، الدلتا جي خلي يقول بالثيرموداينامك، يعني ايش قد خلينا نقول هذا الرياكشن صار مثلا ولا حراره، اعتقد هيك شيء، او ايش قد غير بالطاقه مال النظام، انه ما له شغل الانزيم. يقول انا بس خلصت لك هذا الشيء
بس سرعت لك الريت اوف رياكشن ما بعد الباقي ما له شغل. الدلتا جي مالتك انت الخاصه بيك، الاكوليبريم كونستانت الخاصه بيك، لكن انا فقط شغلي هو اكسلريت الرياكشن. زين، all enzyme are protein structure except هاي تنتبه عليه. معظم خلينا نقول most أو all the protein هي all the enzyme هي بالstructure كبروتين amino acid. زين، عدا أكو مجموعة من الإنزيمات هي يسموها الرايبوزايم، هاي عبارة عن RNA. مثال عليها الرايبونيوكليز، هذا من يجيك هذا RNA. They exhibit different form of specificity. هسه نجي واحدة واحدة على specificity. They can still have activity after isolation from the biological environment. قلت لك ممكن تشتغل in vitro يعني بالمختبر. خلينا نقول المولكيولر ويت هاي منتبه عليها اللي هو من 10,000 إلى مليونين يعني خلينا نقول دالتون أو كذا. They increase the rate. ها هاي هم تنتبه عليها إنه زيد rate of reaction بنسبة 10^9 fold يعني زيد rate of reaction. تمام. الجنرال بروبرتيز اول انزيم ار بروتين هاي تعرفها قلنا عدا الرايبوزايم انزيم اكسلريتر رياكشن بات دو نوت التر ذا رياكشن اكوليبريم قلت لك نوت كونسيومد قلت لك لانه عباره عن كاتاليست ريكوايرد ان فيري سمول كوانتيتي هاي يعني كلش صغيره الكوانتيتي مالتها انزيم ار هايلي سبيسيفيك فور ذا ذير سبستريت ايش اقصد بالسبيسيفيك يعني انا كل ماده كيميائيه احتاج لها انزيم لو اكو انزيم يشتغل عليهن كلهن هذا هو خلينا نقول مصطلح السبيسيفيسيتي انه يا سبستريت تشتغل على هذا الانزيم او يا انزيم مثلا يشتغل على هذا السبستريت الى اخره هسه نشوف درجات اكو ابسوليوت هذا لا يقول لك انا ماده واحده ارجينيز احول فقط الارجينين الى اخره هسه نجي انزيم بوسس زين المكان اللي راح يرتبط السبستريت بالانزيم اسميه الاكتيف سايت او الكاتاليتيك سايت نفس الشيء اللي هو موجود وين بالانزيم يقولون هو عباره عن الار جروب مال الامينو اسيد اسم على الشغل انا هاي لك معلومه at which interaction with substrate take a place وكون تعرف انه هذا الرياكشن او هذا خلينا نقول البوندينج هو خلينا نقول نون كوفينينت يعني مو ترتبط به ترتبط يعني ليش يعني كوفينينت معناه ارتبطت به خمسر هو جزء من الانزيم لا يعني ما سوي شيء راح ترتبط به وقت التفاعل كمان التفاعل تنفصل برودكت وينفصل انزيم الفيزيكال بروبرتيز هذا نهم هذا الهيت ان ستيبل هم مهم زين انت اذا تراجع المهمات يعني حاول مثلا تسال او كذا الحاصل انه قلت لك انه ابدا اوضح لك الفكره احنا ايش قلنا بالبدايه قلنا انزيم معناها خلينا نقول بروتين زين انت تعرف البروتين بدرجات الحراره هو هيت ان ستيبل دي ناتوريشن سوليبل ان ووتر منطقي جدا بريسيبيتيت باي بريسيبيتينج ايجنت مثل الامونيوم سلفيت والتريكلورو اسيديك اسيد هاي العملي واخذناها وتاثير السولت وكذا على البريسيبيتيشن مال البروتين السورس اوف انزيم هي مو قصه انه خلينا نقول انواع الانزيم اكو يسموه اندو انزيم واكو يسموه اكسو انزيم هذا مو بالسينثيسيس احنا اتفقنا السينثيسيس هو كله داخل السيل اندو معناها انترا سيلولر اندو يعني بالداخل اكسو معناها بالخارج لكن هو هنا جاي يوضح لك انه شو وقت الانزيم يشتغل خارج الخليه وشو وقت الانزيم يشتغل داخل الخليه يعني شو هسه قال لك الاندو انزيم كليته نصنع داخل الخليه ار سينثيسايز اند ريتيند بالإندو إنزيم راح يبقى داخل الخلية ما يصير بي إكسكريشن أو خلي يعني ما يصير بي إكسكريشن أو إلى آخره يعني من المصطلحات إنه يطلع خارج الخلية are synthesized and retained in the cell for the use in the cell its of the cell itself and its function within the cell most enzymes are this type يقول معظمها هي تكون إندو إنزيم مثال عليها منطيك منطيه الميتابوليك اوكسيديز هذا احد الاوكسيدو ريدكتيز او الاوكسيدو ريدكتيز اللي هو يشتغل كاوكسيديشن رياكشن الحاصل هو يسوي اوكسيديشن عن طريق شيء شو اسمه هيدروجين بغض النظر منطيك مثال ميتابوليك اوكسيديز مثل السيتوكروم اوكسيديز الى اخره انه هو هذا عباره عن اندو شو اسمه انزيم يقول لك انزيم ار انفولف ان ريدكشن بالميتوكوندريا خصوصا بالميتوكوندريا اللي هي خلينا نقول منطقه مال تصنيع الاي تي بي وهناك واي اكو رياكشن من عندها راح تصير واي مثلا او انزيمات انه احتاج بها they are found in the cytoplasm ممكن بالسيتوبلازم القاها بالنيوكليوس ميتوكوندريا والكلوروبلاست اظن هذا يخص النبات الاكسو انزيم اللي هو بالاكسترا سيلولر انزيم شنو معناها تصنع داخل الخليه لكن تخرج او تصير بها اكسكريشن شنو او سكريشن الى خارج الخليه اشهر مثال هو الداجستيف انزيم اللي تصنع بالبنكرياس الاكسوكراين بارت مال البنكرياس عفوا مثل الاميليز
اللي هو البنكرياتيك أمايليز، بنكرياتيك لايبيز، بروتييز مثل التريبسين، كيموتريبسين إلى آخره، هذا تصنع ويصير بيها إكسكريشن. تعرفون بالديودينوم تطلع هي والبنكرياتيك سكريشن، ويصير عندي الدايجستشن بالديودينوم، فصار عندي خارج الخلية. يعني المختصر اندو انزيم تصنع داخل الخلية، والورك مالتها او الفانكشن داخل الخلية. الاكسو انزيم هي تصنع داخل كله داخل الخلية، لكن الفانكشن مالتها يكون اكسترا سيلولار. زين، جنرال كومبوزيشن اوف انزيم. انزيم كيميكلي خلينا نقول عندنا نوعين. السمبل انزيم هي فقط بروتين، مثال عليها مطيك هو بيبسين، تريبسين، امايليز الى اخره، فقط بروتين. وعندي هاي من عندي انا، يعني قاعد اعطيك. وعندي كومبلكس انزيم. كومبلكس انزيم من اسمه بي بروتين بارت وبي نانو بروتين بارت. هذا البروتين بارت اسميه ابو انزيم، متفقين؟ متفقين. النانو بروتين بارت خلينا نقول هو كو فاكتور اما يكون او كو انزيم. تمام، الكو انزيم والكو فاكتور ويا البروتين بارت اللي سميناه ابو انزيم، اثنيناتهم خلينا نقول نسميها هولو انزيم. اظن هولو بمعنى كل، او يعني هو ككامل. فالهولو انزيم هو مصطلح يشمل الكل، الابو انزيم والكو فاكتور او الكو انزيم. الكو فاكتور هو خلينا نقول عامل مساعد. الحاصل الكو فاكتور هو اكو نوعين، هو اكو كو انزيم، هذا يكون اورجانيك موليكيول، خلينا نقول الديريفيتيف مال فيتامينز، البايوتين اظن كذا الى اخره، او كو فاكتور اللي هو خلي يقول يكون ميتال. تذكرون الميتالو، يعني مو انه حاصل الميتالو انزيم، وتعرفون كنا يعني اخذنا ملزمة الالكترولايت يتدخل بالانزيمات الى اخره، فانكشن مثل الكوبر الى اخره. تمام، فهذني الهن شغل هذا الكو انزيم والكو فاكتور. اما اسوي اكتيفيشن للانزيم، يعني هو انزيم يعني اسوي له اكتيفيشن، او تشتغل كدونر او كارير. يعني الانزيم اني مثلا يحرر مجموعه كذا، ينقل كذا، هي تشتغل مثل الحامل، يعني في شيء مساعد لهذا الانزيم. هاي معلومات يعني لك، الاضافه لك، لكن انت تعرف هذا بالسلايد الموجود. وقلت لك اذا تريد تعرفون شنو هو الداخل او كذا، يعني تقدر تسال، لكن ان شاء الله انا احاول اغطي كل الداخل. زين، فهذا الدايجرام يمثل لك انه هذا السايت مال كو فاكتور، وهذا مثلا خلينا نقول الكو انزيم. طبعا الكو هاي نقطه، الكو فاكتور ممكن يكون دائمي، يعني يرتبط به هو دائما اصلا هو بالانزيم. هذا خلينا نقول نسميه، يعني خلينا نقول فيكست او كذا، هذا راح نطلق عليه اسم بروستاتيك جروب. هاي الملزمه تقول حتى الكو انزيم ممكن، لكن حاضر اذا ارتبطن بشكل دائمي بالانزيم، مو فقط وقت الرياكشن يرتبطن ويسوي لنا الاكتيفيشن، لا، او كذا، انه فقط انه شنو دائميات، هذا نسميه بروستاتيك جروب. طبعا هذا هم الفيجر يمثل، يعني يبين اللي السبستريت والانزيم والاكتيف سايت. فالكو انزيم ار تيبيكلي اورجانيك مولكيول يوزد باي انزيم تو هيلب كاتالايز رياكشن، ما عندي مشكله. الكو فاكتور ار كاتاليتيكلي عفوا اسينشال مولكيول اور ايون ذات ار كوفينيينتلي باوند تو ذا انزيم. كو فاكتور يعني هو هنا قايل كوفين، الحاصل خلينا نقول الماجوريتي او الاغلبيه، يعني اكو ما اريد ادخلك انه يكون كوفالنت، ويسموها بروستاتيك جروب. هولو انزيم قلنا كل الانزيم، ابو انزيم فقط البروتين بارت، الاكتيف سايد هو السايت اللي عن طريقه يصير انتراكشن ويا السبستريت. يقول لك كو انزيم ذات ستايتلي اور ايفن كوفالنتلي باوند از كولد ا بروستاتيك جروب. مثال عليه مطيك الفلافين، الهيم جروب، السيتوكروم سي اند بايوتين ار اكزامبل of a prosthetic group. زين، هنا هم كذلك يوضح لك هذا. هاي ما مطلوبات، لكن على الأقل تعرف هذا الناد والفاد، يعني يسموها والNAD اللي هو النيكوتينامايد أدينين داينوكليتايد وإلى آخره، إذا تقدر يعني تقراهن يعني، لكن هن أظن ما مطلوبات. حتى الميتال أيون كوفاكتور يعني هم ما مطلوبات. الإنزيم نومنكليتشر، حتى ما أدوقك الانزيم نومنكليتشر، خلينا نقول عندنا تسميتين، يعني التسميه القديمه او التسميه غير نظاميه، خلينا نقول عندنا مسميتها او سميتها الملزمه ريكومندد نيم، وعندنا سيستميك نيم. ريكومندد نيم اما اسماء قديمه اولد نيم اللي هو تريبسين، وخلينا نقول بيبسين، هاي اسماء للانزيم بس ما تنطينا انديكيشن للفانكشن، او تنطي او اسماء يجيب لك اسم السبستريت اللي يشتغل عليه هذا الانزيم، زائد المقطع ايز مثل لاكتيز اللي شفناها، و
انه هذا ينطيك انديكيشن مثال عليها سليوريز جلوكوسيديز الى اخره، يضيف مقطع العيز. السيستمك نيم حتى نختصرها تتكون من، تتكون السيستمك نيم تتكون من اربعة ارقام، يعني هذا يقول لك انترناشونال يونيون اوف بايوكيمستري اند موليكولار بيولوجي، انه خلاها. لكن الحاصل السيستمك نيم تتكون من اربع ارقام. اول رقم ينطي indication للكلاس اوف انزيم، زين هي الانزيم بيها كلاسز، اي نعم بيها ست كلاس، ست خلينا نقول تصنيفات، صار سبعه عفوا صار سبعه. الرقم الثاني يمثل خلينا نقول general substrate مسميته، او الجروب اللي تشتغل عليها، يعني تقسيم خلينا نقول عام. الرقم الثالث يسموها السب كلاس، هذا شويه specific substrate اللي يشتغل عليها، يعني حتى يعرفوا انه هذا الانزيم وين يشتغل، على شنو يشتغل. والرقم الرابع هو سيريال نمبر، هو خاص، فهذا يسموه الاي سي، او اظن الانزيم كوميشن نمبر او الكود نمبر 427. تمام زين. النيم اوف انزيم ها مطيك مثال عليها، اظن ما مطلوب. يقول لك انه رقم واحد هذا انديكيت ذا رياكشن كاتالايزد. شنو معنى رياكشن كاتالايزد؟ يعني انت مو قلت لي الكلاسيفيكيشن، ما هو الكلاسيفيكيشن مقسمها على حسب انه شنو تايب اوف رياكشن اللي راح يصير، اوكسيدو ريدكتيز يعني اوكسيديشن ريدكشن الى اخره. انديكيت هذا الرقم الثاني انديكيت ذا جنرال سبستريت، او قلت لك الجروب. والرقم الثالث هو انديكيت ذا سبيسيفيك سبستريت او كوانزيم. هسه الحاصل هاي كوانزيم ممكن يعني. المهم الرقم الرابع هو السيريال نمبر اوف ذا انزيم. بعطيك اكزامبل، الاكزامبل يعني ما داخل. تمام. الانزيم كلاسيفيكيشن، لعب الانزيم كلاسيفيكيشن يعني هو يقول مثلا تعرف او كذا، لكن انا اريد ما عندك تحفظهن، ومن تحفظهن يعني شنو تحفظهن بالترتيب. ليش؟ لان هذا قلت لك الترتيب راح ينبني عليه الكود مال الانزيم. اول اخلي احنا نعرف يعني هذا، لان راح ناخذهم بالتفصيل. اول كلاس هو الاوكسيدو ريدكتيز، مثل من اسمه انه يسوي كاتالايز ريدوكس رياكشن، اللي هو الاكسده والاختزال، اند كان بي كاتيجورايز انتو اوكسيديز ريدكتيز، اكو دي هيدروجينيز، اكو اي دي هيدروجينيز اوكسيجينيز الحاصل، لكن تعرف اوكسيديز وريدكتيز. الصنف الكلاس الثاني هو الترانسفيريز، هذا يسوي كاتاليست الى رياكشن يصير بي ترانسفير او اكسشينج اوف سيرتن جروب امونج ذا سبستريت. يعني شنو؟ مثلا عندي انزيم يسموه الترانس امينيز، خلينا نقول ينقل امين جروب، فتعرف ترانسفيريز من اسمه نقل. هيدروليز هذا يسوي اكسلريتد هيدروليسيس، ومعظم تعرف او انديجستيف انزيم كمثال يعني. اللايز او اللايزز هاي تسوي هم يعني لايزز خلينا نقول هم ريموفال او تكسر، لكن بدون المي. فيقول لك اما هي اللايزز اما تسوي هذا الرياكشن مالتها على الدبل بوند او اكروس ذا دبل بوند، اظن تضيف على شيء، او هي تاخذ تسوي ريموفال الفات كيميكال خلينا نقول جروب، وبالتالي تسوي لي دبل بوند. لكن هي الدكتور ركزت انه بروموت ذا ريموفال اوف جروب ويسوي لي شنو؟ دبل بوند رياكشن. كاتب لك هنا كاتلايز الترافيرس رياكشن وذين ممبرين، يعني قلت له مكتوب يعني نفس هذا الرياكشن، لكن اظن بالعكس يقصد. حاصل الايزومريز من اسمه، هذا الايزومريز يحول بين ايزومر وايزومر، ممكن جيومتريك وممكن اوبتيكال. يعني اكو انزيم يحول جلوكوز 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت، يعني شوف حول هاي مثلا خلينا نقول يعني فرق بين الجلوكوز والفركتوز. زين اللايجيز هو خلينا نقول يسوي لايجيشن او يربط، يعني في هنا قال لك catalyze the synthesis of two molecules substrate into one molecular compound، يعني اكو امثله عليه يسموها synthase. تمام. with release of energy ATP، هاي تنتفع نقطه الانرجي ال ATP، هم يقولون يعني هو يستخدم انرجي ATP. لكن حاصل translocase هذا من بحثت عليه الصنف السابع اللي هو الجليد او هيك شيء ضافه، يقول هذا انه يسوي اكو بالممبرين مثل ما الميتوكوندري او كذا، انه يسوي كاتالايز للموفمنت مال الايون اكروس ذا ممبرين، يعني مثلا طبوب او مولكيول الى اخره تدخل او تخرج، او يقول اور ذير سيبريشن وذين ممبرين، اظن يقصد يعني اذا واحد يطوب نص الممبرين او كذا هيك، لكن حاصل انه يشتغل على الممبرين او بالموفمنت مال المولكيول. هذا يعني ما داخل، لكن هو توضيح. الانزيم سبيسيفيسيتي انه حتى تعرف انه
إنه قلت لك إنه الإنزيم أكو لها degree من الـ specificity إنه تشتغل على substrate rate معين. هسا نأخذ أنواع الـ specificity إلها، لكن إنزيم to substrate rate arrange of chemically، قلت لكم تعذروني لأن يعني الوضع كلش حرج. لاحظي send the enzyme at the substrate rate exhibit. هاي النقطة إنه exhibit complementary structure and conformational properties. أعتقد يقصد إنه بسبب إنه هذا كلها إلها يعني السبستريت له ستراكشر معين او كونفورميشن معين، اظن اولها ربط بين انزيم السبستريت يعني كومبلمنتري يقول متكامل، والانزيم ار هايلي سبيسيفيك ان اكشن. حلو، الها نقول ديجري اوف سبيسيفيسيتي. تمام. انواع السبيسيفيسيتي، اولا ابسولوت سبيسيفيسيتي يقول لك انا ما اشتغل الا على هذا الرياكشن او الا على هذا السبستريت. يوريك كيز، يوريك اسيد، ارجينيز يشتغل على الارجينين، كاربونيك انهيدريز، كاربونيك اسيد، واللاكتيز يشتغل على اللاكتوز. تمام. الستركتشرال او الجروب سبيسيفيسيتي هذا يشتغل على خلينا نقول سيرتن فانكشن جروب. مثال عليه التريبسين هو صح يسموها اندو بيبتايديز، يعني معناها من الداخل ما يكسر من الخارج، يعني بال خلينا نقول بالتيرمينال امينو اسيد. اندو بيبتايديز يعني تعرفون التريبسين هو يشتغل عليه من على بروتين، فمن يجي يكسر بالنص. او شنو اللي يحبها حاول تحفظ التريبسين، هي اظن هم ما داخل، لكن التريبسين ياخذ يحب البيسك امينو اسيد مثل الارجينين، لايسين، هيستيدين. الكيموتريبسين لا، يقولون أروماتيك، يعني هو هم إندوبيبتايديز لكن يحب أروماتيك أمينو أسيد، خلينا نقول مثل التيروسين، التريبتوفان إلى آخره. الأمينو بيبتايديز هذا إكسو بيبتايديز، هذا يبدي يكسر مين من التيرمينال، ويا تيرمينال من اسمه أمينو بيبتايديز، لأن أكو أظن عندنا كاربوكسي بيبتايديز. هذا تمام، هاي خلصنا الاستراكشر أو الجروب سبيسيفيسيتي. زين، اللينكيج سبيسيفيسيتي هذا خاص بتايب، خلينا نقول من الكيميكال بوند. نعطيك مثال الاميليز اللي هو يشتغل على الالفا 1-4 جلايكوسيديك لينكيج، اذا تعرف. هسه احنا اللي اخذناها ابسولوت، قلنا هذا خاص في شيء بارتيكولار سبستريت او خلينا نقول رياكشن، واخذنا الجروب او الستركتشرال يشتغل على فانكشنال جروب يعني خاصه، واخذنا هسه اللينكيج سبيسيفيسيتي قلنا بارتيكولار كيميكال بوند ريجاردلس هم كاتب اوف ذا ريست اوف ذا مولكيولار ستراكشر. مثال عليه اللايبيز اللي هي الداي ايستر، او خلينا نقول الايستر بوند اللي تكون بالترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه اللي تعرف يعني الليبيد والكذا الى اخره. النوع الرابع من السبيسيفيسيتي هو ستيريو كيميكال سبيسيفيسيتي، هذا خاص انه شنو يشتغل على اوبتيكال ايزومر، او هنا كاتب ستيريك. الحاصل انه اوبتيكال ايزومر ال، انتو تعرفون الامينو اسيد عندنا ال والدي، الامينو اسيد اوكسيديز يشتغل فقط على ال، والدي كذلك يشتغل فقط على الدي، وكذلك من الفا جلايكوسيديز احنا تعرفون ليش كان يعني انه الحاصل انه يشتغل بيتا كذا بسبب الانزيمات، انه تعرف انه هاي الستيريو كيميكال سبيسيفيسيتي. خصوصا كنا نقول انه ليش هو البيتا جلوكوز او كذا، لان قلنا اكو مثلا انزيم يشتغل عليه هذا الايزومر او الاوبتيكال ايزومر لهذا الشيء. فهنا الالفا جلايكوسيديز عفوا اكس اونلي اون ذا الفا جلايكوسيديك بوند اللي هو موجوده بالستارش ديكستريني جلايكوجين. تمام، خلصنا ال سبيسيفيسيتي. زين، فتشي انه هذا الاكتيف سايت شلون شكله؟ يعني ليش يرتبط بالسبستريت؟ هنا انا جبتك عندك تو فرضيتين او شنو اثنين موديل. اول موديل اللي هو يسموه الفيشر هايبوثيسيس او الفيشر موديل اللي هو لوك اند كي. ايش قال؟ قال ياب انه هذا الاكتيف سايت شي يكون ريجيد ونوت فليكسيبل وفيكست وبريفورم، هو صاير قبل وتجي السبستريت لين اكو خلينا نقول تشابه كونفورميشن او كذا، انه تشابه بين هذا المكان او هو انه هو خاص لها، يعني السبستريت هذا خاص المكان اللي هو الاكتيف سايت إلها، فسموه لوك اند كي. يعني خلينا نقول الانزيم يشتغل هنا كلوك كقفل والسبستريت ككي. هسه نوضحها ان شاء الله بالستايد. النظريه او المودل الثاني اللي هو الكوشلاند يسموه انديوست فيت مودل. هذا اللي صار لا انه هذا يقول لك هسه هو مور اكسبتد، ويكون شنو فكرته؟ فكرته يقول لا انه من يجي خلينا نقول السبستريت او كذا يصير اكو تشينج بمن بالاكتيف سايد، مال الاكتيف سايد عفوا مال الانزيم، بحيث ليش سموها انديوست فيت، يعني باو انديوست فيت، فيصير هذا الكونفورميشن او التغيير الشكلي بالاكتيف سايد بحيث يصير. نعطيك مثال عليه، قال لك اجلوف، يعني شلون القفاز او الكذا او الشفوف يعني من تلبسها، من تلبس انه كذا راح تتغير على شنو، على شكل ايدك.
فانه هاي الفكره مالته، وهذا اصلا هم الكوشلاند اندوس فتره يعطينا خلينا نقول انديكيشن على الافينيتي، وقبل شوي من حكينا على السبيسيفيسيتي الى اخره. فهذا اللي يريد يوضحه، يقول لك هنا بالفشر هذا ثابت باوع الشكل مالته وارتبط به، بينما شوف هنا بالكوشلاند، شوف هنا الشكل شلون، شوف هنا الشكل شلون، فصار خلينا نقول induced fit، تمام، صار خلينا نقول adapt هنا adaptation او كذا او conformational change، تمام. الالوستيريك انزيم هو خلي نقول اكو في شيء يسموه الالوستيريك ريجوليشن. شنو معنى الالوستيريك ريجوليشن؟ حتى اعطيك فكره مقدمه ونبدا نشرح الالوستيريك ريجوليشن، انه اكو مكان بالانزيم تجي ترتبط به سبستانس معينه، مثلا عليها الاي ام بي اللي هو الى اخره، تجي ترتبط بها سبستانس معينه، اما تسوي لها اكتيفيشن، هاي من غير طبعا المكان الاكتيف سايت، اكتيف سايت، اما تسوي لها اكتيفيشن او تسوي لها انهيبيشن. ليش هي هيك يعني؟ مو قصة كذا، هذا يسموها الالوستيريك ريجوليشن، اما يسموها الالوستيريك اكتيفيشن، خلينا نقول الالوستيريك انهيبيشن الى اخره. فان شاء الله تكون واضحة. يقول لك الالوستيريك انزيم فسموه خلينا نقول انزيم لان هو يشتغل بهذا الشيء، هاف ان اديشنال سايد ان اذر ذان اكتيف سايد او السبستريت بايندينج سايد. يقول هنا المكان اللي يربط بالسبستريت هو السي سب يونت، لان تعرفون الانزيم قلنا بروتين ممكن تتكون من كواترنري فصير سب يونت، فيسموها السي سب يونت، هاي مهمه للسبستريت. والار سب يونت يسموها او الريجوليتوري سب يونت اللي راح ترتبط بها، هاي قلت لك الماده هنا، الماده يسموها او السبستانس يعني اللي اسمه، يقول لك ممكن اكثر من مكان، يعني مو مكان واحد الهاي اللي قلت لك اللي يسوي اكتيفيشن، ويسموها الافكتر. فهنا يقول لك ممكن اكتيفيتر انكريز ذا اكتيفيتي اوف ذا انزيم، وير انهيبيتر هو ديكريز ذا اكتيفيتي افتر بايندينج. وهذا اللي مثال يوضح لك، شوف هنا هذا السبستريت، وهذا مكان شنو الالوستيريك اكتيفيتر او الالوستيريك انهيبيتر اللي يسموه فوق افكتر الى اخره. فشوف هنا شنو الميكانيزم اللي تخلي، يعني هو ربط انه مثلا صار مثلا يريد يزود الكذا، سوي الاكتيفيشن، يقول عن طريق conformational change هم يغير بمكان الريسبتر، وبالتالي يزيد الافينيتي او يقلل الافينيتي الى اخره. فاذا شوف هنا شلون الاكتيف سايت شو مسوي بيه لما ما يدخل بهذا السبستريت فصار انهيبيشن، تمام. زين الفاكتور افكتنج انزيم اكتيفيتي، شنو هي العوامل اللي تاثر على الانزيم اكتيفيتي؟ خلينا نجي ناخذها واحده واحده. اول شيء البي اتش، زين معناها في شيء اوبتيمم انه الانزيم بهذا الشيء كتمبرتشر او بي اتش اوبتيمم يشتغل ماكسيمم اكتيفيتي. زين كل انزيم له بي اتش معين يشتغل به، يقول لك الموست اوبتيمم يعني او الاوبتيمم مال الانزيمات خلينا نقول بالرينج مال منه مال الفسيولوجيكال بي اتش، مكتوب هنا من 7 إلى 7.5، تمام تمام. زين البي اتش بالاطراف مو حلو، ليش؟ لان يسوي ديناتشوريشن، انتم تعرفوا خصوصا اخذناها بالمختبر لان قلنا هو بروتين اتش ان او 3، تتذكر الاختبار صار ديناتشوريشن. اكو بعض الانزيمات لها بي اتش خاص بها، هاي مهم، مثل البيبسين اللي هو يكون بالمعده اللي هو مسؤول عن هضم البروتينات، هذا يشتغل بي اتش مكتوب 2 حاصل، و التريبسين هو ينفرز بالديودينوم، فالديودينوم تعرفون انه مالتها او خلينا نقول بالانتستين انه مالتها البي اتش يكون بيسك هو 8، تمام. فهاي كانت شنو كانت يعني فد اكسبشنات. فيقول لك موست هم انزيم ار اكتيف اوفر ا فيري نارو بي اتش رينج. الفاكتور الثاني هو التمبرتشر. بالطبيعي كل ما زيدنا التمبرتشر الريت اوف رياكشن راح يزيد، ليش؟ لان كانتك انرجي راح تزيد والكوليجن راح يزيد وبالتالي. لكن اوصل البيك معين الحد عالي اللي هو الاوبتيمم تمبرتشر اللي تشتغل به، يقولون هسه الاوبتيمم تمبرتشر قلت لك هي انه ان ويتش الانزيم اكزيبت الماكسيمم الاكتيفيتي، يقولون الاوبتيمم تمبرتشر 37 او يقولون 40 الى اخره. زين من توصل للدرجه بعدين الاكتيفيتي تقل، ليش؟ نفس الشيء بروتين زيد درجه حراره ديناتشوريشن اللي صار ويانا بالبياض، تمام. وان ذا تي انكريز قلنا بي ان ديناتشوريشن اكتيفيشن الى اخره. ليتل اكتيفيتي يقول لك ابزرف ات لو تمبرتشر حاصل. زين الفاكتور الثالث هو السبستريت كونسنتريشن. بالمنطق اذا خلينا نقول، لكن شنو هنا نفرض انه الانزيم هو كونستانت، اذا زودنا السبستريت طبعا راح يزيد الريت اوف رياكشن الى ان اوصل النقطه
اوصل بيها ماكسيمم، هذه يسموها ماكسيمم فيلوسيتي او السرعه القصوى. شنو المشكله؟ التزييت السبستريت منطقي جدا. زين الانزيم انت مو لازم تزيد الانزيم، زين اذا زيت الانزيم روح خلي الرياكشن مالتك يعني خلي نقول صعد الى كلش عالي، لكن انت المشكله عندك الانزيم هو نسبه ثابته او نسبه كونستانت، فراح يصير بيه يسموها ساتوريشن، حد هاي الساتوريشن بوينت وحد هاي الفيلوسيتي او السرعه مال الرياكشن اللي يسموها الماكسيمم فيلوسيتي. هذا هو تاثير شنو السبستريت كونسنتريشن. رياكشن تيكن بلايس ذا اكتيف تمام ماكسيمم، قلت لك يصير بيها ساتوريشن. زين التاثير الثاني اللي هو الانزيم كونسنتريشن. بالمنطقي اذا انت خليت السبستريت ثابته وكل ما تزود الانزيم طبعا راح يزيد شنو الريت اوف رياكشن. تمام انزيم نوت كونسيوم طبعا ريوز ريوز تعرفون يعني ما يصير بها كونسامشن بالرياكشن، مثل ما قلنا هي عباره عن كاتاليست، لكن الى اخره انه كل ما زيدت الانزيم كونسنتريشن كل ما زاد الريت اوف رياكشن اذا فرضنا انه هو السبستريت كان ثابت. حتى اذا السبستريت مو ثابت بالعكس هو يزيد يزيد الريت اوف رياكشن. تمام لكن تعرف انه هي قليله انه كميتها يعني بالجسم الانزيمات. زين الانهبيتور. زين احنا تكلمنا قبل شويه على الالوستيريك وقلنا اكو بيها انهبيشن، لكن بصوره عامه الانهبيشن اوف الانزيم خلينا نقول 3 ميكانيزم، اما ريفرسيبل كومبتيتيف انهبيشن، هو نوعين ريفرسيبل او ايرريفرسيبل. الايرريفرسيبل هذا صار خلينا نقول بالانزيم دامج ارتبط بمجموعه بعد كوفينيت وما تنفتح او ما تنفك عنه، صار بمثلا خلينا نقول ديناتوريشن او الاس اتش جروب، مثلا اذا هو بي اس اتش جروب او السلفا هيدري جروب اتكسرت مثلا الى اخره من الاسباب، هذا يسموه ايرريفرسيبل بعد ماكو، او يسمونه هنا الانكومبتيتيف انهبيشن. لا الريفرسيبل بنوعين، اما كومبتيتيف يعني شنو معنى كومبتيتيف؟ يعني راح يصير منافسه على المكان الاكتيف سايت، يعني راح يجي عندي منافس المهم على الاكتيف سايت، مثلا خلينا نقول ذره جلوكوز ويا ذره فركتوز وانا عندي انزيم واحد. زين هذا الانزيم المهم يشتغل مثلا جلوكوز، اجى الفركتوز خرب على الجلوكوز قال له انا بدي اشتغل، انا خلينا نقول بدي اصير بالتفاعل صار وياه كومبلكس، هذا يسموه ريفرس وريفرسيبل. ليش ريفرسيبل؟ لان زيد الجلوكوز بعد راح يروح للفركتوز الى اخره او ما صار دامج بالانزيم. فاما يكون كومبتيتيف يعني على الاكتيف سايت، او يكون نون كومبتيتيف اللي حكينا مثال عليه الالوستيريك، قلنا اكو هذا الانهبيتر اللي يربط به، او اكو كذلك اللي يسموها الفيدباك. اذا انا اصلا جسم بعد صنع وما احتاج فيدباك ميكانيزم تنهي هذا الريت اوف رياكشن، فهم يسوي له انهبيشن من الانزيم. فهنا راح يوضح لك انه هذا كومبتيتيف انهبيتر. شوف هذا نفس الستركتشر مال السبستريت، يعني شابون خلينا نقول بالستركتشر فسوى انهبيشن. زين هذا يقول لك انا ليش اريد اقرا شو اسمه على مود لا اضيع نقطه، ريزمبل السبستريت تشبه السبستريت انهبيتر كومبيت فور بايندينج طبعا باوند تو ذا اكتيف بريفنت السبستريت تاكسس اكسس ديكريسينج او ستوبينج اكتيفيتي تمام انهبيتر، وقلنا هي عباره عن ريفرسيبل اد ماتش تمام. شلون تحل المشكله؟ انه زيد من السبستريت add more substrate to outcome او outcompete عفوا the competitive inhibitor. هاي بعطيك هنا مثلا اظن الدكتور يعني ما طرقت اليه، لكن هسه reversible competitive اكو تنافس عليه من على الاكتيف سايت اللي يصير بي او الكاتاليتيك سايت اللي يصير بي خلينا نقول يعني هذا التحفيز. شلون يعني انهي هذا الانهبيشن؟ بس ازيد السبستريت مات الاصل اللي انا اريده كونسنتريشن. زين قلت لك هذا ريفرسيبل ونون كومبتيتيف، هنا أنا ما تقدر يعني حتى اذا زيت السبستريت ما يصير. ليش؟ يعني هو اصلا مو كومبتيتيف على مود يصير. فيقول لك نون كومبتيتيف انهبيتر ديكريس انزيم اكتيفيتي ديو تو او باي بايندينج تو ا سايت اون ذا انزيم اذر ذان ذا اكتيف سايت نون كومبتيتيف انهبيتر التر، يقول لك هنا ممكن التر ذا تيرشر ستراكشر اوف ذا انزيم، لكن هو ذا التر راح يصير ريفرسيبل. لكن حاصل انه اوكي هذا نلتزم بالنص decreasing the enzyme activity substrate cannot fall into the active site، يقول لك تقدر تقلله او تسوي له reverse يعني او تسوي له يعني يصير reversible عن طريق انه lowering هذا ال non competitive inhibitor. هنا نعطيك مثلا ال Ag او الحاصل انه من يرتبط بهذا او هاي المتل من ترتبط او الهيفي متل خلينا نقول بال
السلفة هيدري مال السيستم انه راح يسوي هاي الريفرسبل نون كومبتيتيف انهبيتور. زين اما بالريفرسبل هنا ايش مطيك؟ هنا مطيك احد الامثله. انا حشيت لك انه ممكن ديناتوريشن او كذا، لكن احد الامثله انه يصير الريفرسبل بايندينج مال سبستانس، فيقول لك او يصير بها كوفالينت بوند، يعني صارت جزء من الانزيم. بيرمننتلي دي اكتيفيت ذا انزيم، هذا الانزيم يعني يكون بيرمننت اصلا من اسمه الريفرسبل، بعد ما يكون انزيم يعني خلينا نقول يعني يتكسر. زين addition of excess substrate does not reverse اللي هو البروسيس، بعد ما قلت لك هو الانزيم حتى لو ضيف سبستريت تمام. احد الامثله خلينا نقول الاورجانوفوسفيت انسكتسايد والكيميكال وارفار. طبعا هنا بس نقطه انه احب اذكرها انه احد الامثله اظن هو كان التسمم بالفوسفيت اللي صار بحالات المبيدات الحشريه لان بها فوسفيت عالي، اكو انزيم اسمه كولين اظن استريز، فهذا يربط بالفوسفيت ويسوي له انهبيشن، فهذا كان الريفرسبل يعني الجسم يحتاج اظن ايام حتى يصير. فتجي حالة المريض كلش صعبة انه الحل ما تنطو انجكشن مال اتروبين، هذا الاتروبين اللي هو الاتروبا بليدون الى اخر اللي ندرسه، فنشوف انه شلون اكو ترابط يعني، لكن حاصل هذا اظن نفس هذا يعني الدكتورة قالت نفس الشيء انه هذا الريفرسبل والريفرسبل، لكن اذا تريد تقرا مثلا اذا بي فد معلومة زيادة، لكن اعتقد انا وضحت لك. الايزو انزيم خلي نقول من مفردة ايزونزيم انزيم واحد بس يكون بملتيبل فورم، اكثر من فورم، بشنو يختلف؟ ممكن يختلف بالافينيتي للسبستريت، ممكن يختلف بالستركتشر، اي نعم هو شلون انه او كيف انه يعني يكون انزيم نفسه، لكن هو يختلف ممكن بالستركتشر، ممكن بالتشو اللي يسويه، ممكن بالهيت ستيبلتي، هذا هيت ستيبل هذا الى اخره. لكن نقطة اللي يشتركون كل ايزو انزيم ويا الثاني انه هي كاتالايز ذا سيم رياكشن، هاي جدا مهمة. يعني الايزو انزيم خلينا نقول 1 2 3 4 مو كلهم كوي اختلافاتهم، الى انهم شنو يسوون كاتالايز الى شنو الى سيم الرياكشن، بات هاف ديفرنت قلت لك امينو اسيد كومبوزيشن مال الشغل، هنس بسس ديفرنت فيزيوكيميكال بروبرتيز، كلها على صفحة، لكن انه سيم رياكشن. ومطيك يقول لك كلاسيك اكزامبل، اكو انزيم يسموه ال دي اتش او اللاكتيت دي هيدروجينيز، هذا اكو 5 فورم من عنده تمام، لان هو يتكون هو عباره عن 4 سب يونت فيسموه تيترامريك، يعني 4 بي سب يونت اي وبي. فهنا نشوف انه اذا كان مثلا 4 اي يسموه ال دي اتش 5، اذا كذا كذا كذا، فأظن هذين ما مطلوبات، حتى هذا الجدول ما مطلوب، لكن تعرف هذا عبارة عن ايزو انزيم نفس الرياكشن. مطيتك مثلا انه هو ال دي اتش اللي هو اللاكتيت دي هيدروجينيز، وحسب السب يونت اللي يسوي فصار له تسمية، وخلينا نقول سميناه ايزو انزيم، وكلها تيترامير، كلها تتكون من 4 سب يونت تمام. اليونت اوف انزيم اكتيفيتي، طبعا انه شلون نقيس هذا الانزيم مول كذا، فيقول لك انه تقيس الانزيم عن طريق الاكتيفيتي مات. طبعا بالملزمه صايره اكو مثلا شغلتين، لكن هو من بحثت عليها هو الانترناشونال يونت هو نفسه يعتبروه المايكرومول، لكن الى اخره. فيقول لك هنا عندنا يونت اول شيء اللي هي اليو اللي هو الانزيم يونت، معناها انه ايش قد كميه الانزيمات هاي كوحده، من تريد تعرفها مثلا تعرف خلينا نقول المولاري ايش قد عدد المولات هي باللتر، من تريد تعرف الانزيم يونت ايش قد احتاج اماونت من الانزيم على مود اسوي خلينا نقول كاتالايز الكونفرجن مال 1 مايكرومول مال السبستريت لكل منت اندر ستاندرد كونديشن، هذا اللي هو الانزيم يونت تمام. هسه اقول لك هنا صارت الانترناشونال يونت، قلت لك هو اظن هو الانترناشونال يونت يقصد بالواحد مايكرومول عفوا مايكرومول، لكن الى اخره. فهنا يقول لك الانترناشونال يونت يونت، فصارت الاماونت اوف ذا انزيم ذات كاتالايز ذا رياكشن اوف 1 مول، شوف كان 1 مايكرو، هذا المايكرو عفوا هذا المايكرو مول اللي هو 10 اس 6 او سالب 6 عفوا، فحتى تنتبه ليش هاي 10 سالب 6 انا سوضح لك تمام. فصارت الايو او الانترناشونال يونت، طبعا هي ايو اظن مو بس خاصه بالانزيم، حتى اذا تشوفون الانسولين الاظن هيبارين الاخرين، انه يعتمد على الاكتيفيتي. فيقول لك ايش قد اماونت اوف انزيم ذات كاتالايز ذا رياكشن اوف 1 مول من السبستريت بير مينيت، وقت يعني هم نفس الشيء مينيت، هو هذا الانترناشونال يونت. وحده ثانيه اللي هو الكاتال، هذا الكاتال صار
عبارة عن الـ amount of enzyme، أظن هو صار يعني الـ term مات الكتالي أظن هو الوحدة مال الإنزيم الآخري، صار إشقد amount of enzyme نفس الشيء causing the lose of 1 مول substrate بس صارت per second، هذا اللي فوق 32 per minute، الـ U1 كانت micromole، الـ AU كانت بالمول، لكن الكتال كانت بشنو بالسكند، إشقد كمية إنزيم محتاجة على مود يصير reaction أو catalyze reaction of 1 مول من السبستريت الكل ثانية. فأنت منطقي الواحد كتال هي قلنا الكل ثانية، والواحد كتال يشتغل بالمول وهذا يشتغل بالمايكرومول، فمنطقيا انه واحد كتال شي يسوي انه هاي جدا مهمة يعني احفظها، واحد كتال يسوي لنا 60 مليون يونت. هس عرفت ليه 60 يونت؟ لان الدقيقة عبارة عن 60 ثانية الى اخره يعني. فشي ثاني turn over number، turn over number هذا يخص السبستريت، فيعرفوه انه شقد هاي number of substrate صار بيها catalyze وصار من عندها product الكل منت، هو كل تايم لكن الكل منت عن طريق واحد انزيم مولكيول يعني واحد اكتف سايت، وهذا turn over number هم احفظه هم مهم يعني number of substrate هذا خاص بالسبستريت، شقد عدد السبستريت اللي واحد انزيم يعني اكتف سايت واحد حولها الى برودكت الكل دقيقة واحدة، فهي هاي اليونت للإنزيم اكتيفيتي. ان شاء الله تكون واضحة، فانت قعد يعني واحدة واحدة على كيفك راح تكون واضحة. تمام، الميديكال يوز اوف انزيم اكو يعني قطاع خاص اظن كذا يسموه كلينيكال انزيمولوجي، لكن يقول لك وين التشو از انجرد، يعني بسبب انه مثلا اذا التشو صار بي ديستركشن او كذا، الانزيم اذا كانت انتراسيل راح تخرج بالدم فينطيني انديكيشن وانه هذا اكو فد شو اسمه اكو باثولوجي معين، واحد يعني الامثله المشهوره يعني اللي هو الهيباتيتس الاي اس تي اظن والاي ال تي اللي هو السكوت والسكيبت، الانزيم يصير تيتريجين الى اخره يعني، وها ما داخل هذا الجدول. لكن الانزيم كاينتيك، تمام الانزيم كاينتكس طبعا قطع او موضوع كامل هو الانزيم كاينتكس اللي يديل خلينا نقول الحركيات من الانزيم والريت مال الرياكشن. زين عندنا كم موديل، اول موديل الميكاليس مانتن موديل اللي حاصل اللي تفتهم شنو، انه قلنا تاثير السبستريت شلون ياثر على الريت اوف رياكشن، فاجى مثلا ميكاليس مانتن ايكويشن فايش قال لك اول شيء according to this model the enzyme reversibly combine with substrate to form the enzyme substrate complex that subsequently yield the product regenerating the free enzyme. فيقول لك هنا هذا الانزيم مالتك وهذا السبستريت بعدنا بده يصير اكو تفاعل، زين هذا التفاعل ريفرسبل رايح جاي، لكن شو يقولون؟ يقولون هذا يكون كلش قليل فنيجليجبل الى اخره يعني ككونستانت او كذا الكميه يعني الى اخره. فهذا شنو كل وحده لها كونستانت يعني ايش قد يصير خلينا نقول الريت مالتها، فهذا يسموه كي 1 حتى يصير هذا الكومبلكس اللي يربط الانزيم ويا السبستريت، وهذا يسموه كي ماينس 1 يعني راجع. زين ربط حتى يكمل التفاعل لازم عندنا هم كونستانت ثاني اللي هو يسموه كي 2، فصار عندي صار عندي البرودكت مالتي وصار عندي الفري انزيم يعني رجع. زين هاي شنو توضح لي؟ هاي توضح لي خلينا نقول شنو التاثير قلنا السبستريت على الريت اوف رياكشن، إذا زودت السبستريت شنو ينطيني indication للأفينيتي، يعني هذا الإنزيم يشتغل إذا سبستريت قليلة لو يحتاج سبستريت هواية، زين زودت السبستريت أقدر أزيد بسرعة لو أوصل للحد معين إلى آخره من اللي حكيناه بال saturation. تمام، فبعد اشتقاقات طويلة وكذا الحمد لله وشكرا يعني ما كان داخل اشتقاق وإلا يعني إنه هذا لا شيء، هاي المعادلة لا شيء بالنسبة للاشتقاق إلى آخره، فصارت عندي equation. هاي الإكويجن اللي هي الميكاليس مانتن إكويجن، طبعا ميكاليس مانتن تو يعني عالمين سواه إلى آخره، الـ V initial اللي هي السرعة الابتدائية من ربط خلينا نقول أو بدأ السبستريت عفوا يقول يا الله يعني صار رياكشن، شو تسوي إن الـ V max أقصى سرعة ممكن يوصلها رياكشن في السبستريت كونسنتريشن هذا المالت اللي أريد أشتغل مثلا عليه، على الKM، الKM هو الميكاليس كونستانت، هذا هسه نجي يعني نشرحه بالتفصيل، زائدا السبستريت رياكشن، هاي احفظها مثلا خاف تيجي فد معادلة او كذا انه من عدها تطلع الانيشال فيلوسيتي، وهسه نجي نوضحها. طبعا الميكاليس شو اسمه الميكاليس من كونستانت عفوا هو ما داخل، لكن هاي الصيغة مالته لا تعرفها، هو كي ماينس واحد اللي فوق اخذناه بالمعادلة مرة رسمناها، كي ماينس واحد زائدا كي اثنين على كي واحد. زين
انه فقط اريد اوضح لك. احنا ايش قلنا؟ قلنا السبستريت نزودها 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 لحد ما نوصل قلنا منطقة او اللي يسموها الفي ماكس، لان قلنا صار اكو ساتوريشن وين بالانزيم. فيقول لك هاي الفي ماكس مشكلتها انه بسبب هذا الكيرف وكذا ما تقدر تحدده، يعني جيت التقصد في ماكس ممكن ورا شوي بعد اشوفها متزايدة متزايدة لكن الى اخره. فايش قالوا؟ قالوا انه انا مثلا احدد ال، هذا طبعا الريت مال رياكشن وهذا السبستريت كونسنتريشن قلنا كل ما نزيد. فقالوا انه انا وين اوصل مثلا نص الفي ماكس، هذا الفي انيشال من هنا تبدي الفي انيشال او السرعه الابتدائيه لحد ما توصل من السرعه النهائيه. فنص الفي ماكس انا عندي، نص الفي ماكس ايش قد تركيز السبستريت، يعني بس ايش اسمه بمعنى اخر انه ايش قد انا لازم انطي سبستريت للانزيم حتى يوصل نص السرعه، وحتى هي نص السرعه اصلا مو دقيقه لان نحكي عن كيرف. لذلك هسه راح تجي معادله ثانيه يقلبون هاي المعادله وتصير ستريت لاين او معادله خط مستقيم. تمام، هسه الان ايش عندي؟ عندي نص الفي ماكس اللي هو اخذناه، ومن عندها راح نطلع الكي ام اللي هو الميكاليس كونستانت اللي هو معناه ايش قد سبستريت كونسنتريشن من كانت عندي سرعه التفاعل نص، يعني خلينا نقول يعني نص الفي ماكس. تمام، والفي ماكس يعني الى اخره. زين، هذا شنو ينطيني انديكيشن حتى اشبه لك؟ هذا راح ينطيك، هسه تعرفت الكي ام شنو معناها، نيوميريكلي ايكوال جن سبستريت كونسنتريشن ات ويتش ذا اكشن فيلوسيتي از ايكوال. زين، هذا ينطيني ريفليكشن للانفينيتي. زين، راح انطيك مثال. اكو مثل يقول الف عين لاجل عين تكرم ولاجل عين، هاي العين الوحده، شوف الالف عين صار. زين، اذا انا عندي سبستريت كونسنتريشن قليل والانزيم اشتغل عليه وحبه فصارت عندي الكي ام، كي ام قليله، شنو معناها؟ معناها الانزيم عنده افينيتي عاليه لهذا السبستريت، فلذلك سمول كي ام نيوميريكلي سمول يعني لو كي ام ريفلكت هاي افينيتي اوف ذا انزيم. تمام، ليش؟ لان يقول لك لو كونسنتريشن اوف سبستريت از نيدد تو هالف ساتوريت ذا انزيم، يعني تخيل يقول لك الانزيم انت حتى لو تجيب لي فد شيء قليل انا قبل بسبب الافينيتي العاليه ممكن خلينا نقول نص ساتوريشن او اوصل نص السرعه الفي ماكس. بينما اذا لارج كي ام، شنو معنى لارج كي ام؟ معناه احتاج سبستريت كلش هو على مود اوصل هاي في ماكس، معناه شنو؟ الافينيتي قليله. تمام، هذا هو خلينا نقول كاركترستكس مال الكي ام او الميكاليس كونستانت. زين، هنا انا معطيك انديكيشن هاي جدا مهمه، هذا استاذ يعني جدا مهم ركز عليه. فيقول لك انا من عندي السبستريت كونسنتريشن كلش اقل من الكي ام، يعني كلش اقل من، انا بعدنا واصل اصلا نص الفي ماكس، ايش راح يصير؟ يقول لك هنا بما انه الاس راح يصير نيجليجبل او شو اسمه يهمل، يعني هذا الاس شوف هنا هذا الاس يهمل لان هو قلنا كميته كلش قليله. فايش راح يصير؟ الفي ماكس على الكي ام راح يصير كونستانت، وال هذا الاس يبقى اللي هو السبستريت كونسنتريشن، فصير المعادله تصير في تساوي لنا كي في اس، فراح يصير فيرست اوردر خلينا نقول رياكشن كونستانت هذا الكي. يعني شنو معناه؟ تذكرون الفيرست اوردر رياكشن قلنا هو يعتمد على من؟ على الكونسنتريشن. زيرو اوردر ما يعتمد، الفيرست اوردر يعتمد على الكونسنتريشن، فصارت هنا المعادله هذا الكي باعتبار هو فيرست اوردر كونستانت. فايش يقول لك؟ يقول لك الرياكشن ريت از دايركتلي بروبورشنال لمن؟ للسبستريت كونسنتريشن، هاي بها حاله اذا كان السبستريت كلش اقل من الكي ام. زين، اذا حاله لا السبستريت كلش اكثر من الكي ام، فهنا الكي ام ايش راح يصير بي؟ يصير بي نيجليجبل، يعني يكون كميته قليله، فامسح مثلا الكي ام، شو يبقى هنا؟ في ماكس في السبستريت على السبستريت، السبستريت في السبستريت تختصر، فالفي معناها الفي ماكس، معناها اصلا انا واصل بالفي ماكس، لان السبستريت تعرفها كلش عاليه، منطقيا السبستريت من تعلى فوق الكي ام، يعني انا صعدت فوق النص من الفي ماكس، يعني اصلا خلينا نقول انا بالفي ماكس، يعني كلش عاليه تكون. فشوف زين، اذا صعدنا خل اقرا لك النص، at high substrate concentration KM could be ignored قلنا which constant now the enzyme exists in zero order kinetic. احنا بالفي ماكس مو كان هيجي، هاي شنو معناها zero order؟ خلينا نقول reaction، معناها ايش قد ما زيت السبستريت بعد ما عندي، لان يعني هو ما يعتمد هذا الريت، ما يعتمد عليه على
الزيرو اوردر، تذكرون كنا ناخذ يعني زيرو اوردر، قلنا زيدت الكونسنتريشن قلل، صعدت نزلت نفس الريت، خمسة خمسة مثلا مول بالثاني، خمسة مول بالثاني، ماكو ما عندي اي تغيير. زين اذا كانت شنو السبستريت تساوي لنا الكي ام، وهاي بيا حاله بحاله تعرفون شنو معناها السبستريت تساوي لنا الكي ام، يعني معناها اذا كانت عند نص الفيلوسيتي. زين شلون هذا راح يصير رياضيا؟ الكي ام تساوي لنا اس، اس زائد اس 2 اس، اس ويا الاس راح تروح تبقى فقط الاثنين، في ماكس على 2 هي نفسها نص السرعه ال شو اسمه نص سرعه الفي ماكس، وهو هذا نفس الميكاليس كونستانت. فيقول لك تس كي ام از سبستريت كونسنتريشن ات ويتش هالف اوف ذا ماكسيمم رياكشن ريت از اوبتيند. هاي حاول تحفظها، كل واحد اذا زادت او كذا احفظ المعادله وشوف شنو معناها فيرست اوردر زيرو اوردر، خاف مثلا يعني احفظ. تمام نفس الحكي الفاليو مال كي ام ويا الافينيتي. تمام سبب المعادله اللي فوق كانت خلينا نقول كيرف وكذا، فسوى اجى عالم اللي هو لاين ويفر وبركهام، اثنين عالم سووا ريسبروكا قلبوها للمعادله، فصارت معادله خط مستقيم. فتشوف واحد على في اللي هو الفيلوسيتي، وواحد على السبستريت كونسنتريشن، فصار عندي خط مستقيم. يعني اسا ما ادخل لك هاي المعادله اصلا، يعني ما مو حفظ، لكن انه تعرف شنو الحاصل، انه تعرف انه اكو نقطتين، انه تقاطع الواي اكسس راح يصير هو واحد على الفي ماكس. شوف هنا شلون صار الفي ماكس، اقدر احسبها في شيء منطق اكثر. حتى الكي ام، كي ام فوق كانت هم كيرف لنص الفي ماكس واحسب من عندها، لكن هنا شوف شلون صارت، فهنا التقاطع اللي هو خلينا نقول انترسبت مال الاكس اكسس هو صار شنو واحد على الكي ام. هاي مثلا تعرف، فيقول لك هنا لما يكون التركيز مثلا سبستريت وكذا هو صفر في الفي الى اخره، يعني ما عندي هذا. فهذا التقاطع حتى نعرفها، هذا التقاطع هو يمثل الفي ماكس خلينا نقول، هذا التقاطع يمثل الكي ام اللي هو الميكاليس كونستنت. هاي ليش مهمه المعادله؟ المهمه حتى ارجع وين؟ حتى ارجع للانهبيشن، راح ارجع وياك للانهبيشن كومبتيتيف نون كومبتيتيف واشوف شنو اللي يتغير بي. تمام واذا تحب مثلا تتوسع، يعني انا ما توسعت لك هي معادله خط مستقيم اللي هو يعني خذ مثلا هذا الواحد على في هو يحتوي الواي اكسس، وهنا الكي ام على الفي ماكس هو السلوب يعني مالتي اظن، والواحد على الاس هو الاكس اكسس، والواحد على الفي ماكس هو الانترسبت او التقاطع اللي يصير هنا هو الواحد على الفي ماكس، وهذا هنا الانترسبت على المحور يعني الاكس وكذا هو الواحد على الكي ام. لكن انه راح ينطيني انديكيشن، اولا اذا كانت عفوا اذا كان الانهبيشن هو كومبتيتيف، يعني شنو كومبتيتيف؟ يعني اثنين مولكيول على نفس الاكتيف سايت، وحده يعني نقولها لا انا اولى انا اولى الى اخره، اللي راح يصير الفي ماكس ثابته. شلون ثابته؟ شوف نفس النقطه ما تغيرت، هذا بدون انهبيشن وهذا ويا الانهبيشن، الفي ماكس تكون ثابته، لكن اللي راح يصير الكي ام راح يزيد. ليش زاد؟ لان هذا بالسالب، فمن اتجاه اليمين راح يزيد، فهنا الكي ام كان هنا فصار هنا الكي ام. شنو معناها الكي ام زاد؟ الكي ام زاد معناها لازم ازيد كونسنتريشن مال السبستريت، مضبوط؟ لان الكي ام هي نص كميه السبستريت اللي هي نص الفي ماكس احتاجها. فبسبب هاي المولكيول الثانيه خلينا نقول اشبهها لك يعني بصوره اقرب لك، الانزيم زعل قال انه السبستريت جيب لي اكثر بعد، زين جيب لي اكثر بعد، زين خو السرعه القصوى او الفي ماكس ما تاثرت؟ لا ما تاثرت، بس انه تعال اكثر، الكي ام زاد جيب بعد السبستريت. تمام زين الانكومبتيتيف هذا لا، هذا قلنا مثال عليها الالوستيريك، شنو الالوستيريك الانهبيتر، هذا وين المشكله؟ المشكله الفي ماكس قلت، شوف هنا شلون صارت، صعد لي فوق، ليش صعد لي فوق؟ هذا صعدت لي فوق قلت يعني مقلوب، فمن هذا الفي ماكس قلت، بينما الكي ام شنو؟ الكي ام هنا قلت ما زادت، فهنا الكي ام قلت ما زادت، يعني في التقريب بسيط انه اعتقد لان الفي ماكس قلت، فبالتالي هو اصلا الانزيم يعني او السبستريت يقول لك انا بعد خو انه اصلا الفي ماكس قلت وهو بي انهبيشن هذا الانزيم يعني مكان ثاني مرتبط به، فخلينا نقول الكي ام قلت، يعني يحتاج كونسنتريشن قليل، انه شوف ليش انها قلت، لان صارت لليسار وهي بالسالب. هذا حاله خاصه،
هذا يصير ميكست، وانه اللي يصير اذا الحالتين صارت، اذا هم كومبتيتيف وهم نون كومبتيتيف فيسموه ميكست، فتحصل حاصل الفي ماكس هي اصلا لازم تقل. لكن شو يقول لك؟ يقول لك بالنسبه للكي ام، الكي ام عندنا حالتين، اما يقل او يزيد لان هذا ميكس، فقال لك هنا الكي ام لا راح يقل ولا راح يزيد، يعني الافينيتي نفس الشيء انه بسبب يعني هاي للسبستريت. لكن الاخر انه يقول لك هنا الكي ام ان افكتد والفي ماكس هو ريدوس، بس الافينيتي لهذا ما اتغيرت. ان شاء الله تكون واضحه. طبعا اخر شيء الهيل اكويجن كمختصر، يعني مثلا انه الاكويجن فقط هذا المن، اذا يقول لك الانزيم دو نوت اوبي، او خلينا نقول يعني نظاميه للميكاليس منتن اكويجن، وتحتوي خصوصا على الالوستيريك اللي هو قلنا ريجوليشن، فيسموها خصوصا من الالوستيريك انزيم، وبيها الان، هذا الان هو معناها جد عدد هذا الالوستيريك ريجوليتر، قلنا ممكن يكون اكثر من واحد، فعن طريق الهيل اكويجن ممكن اني يعني فشيد الكانتك. فان شاء الله حاولت اوضح يعني قدر الامكان، وبالتوفيق ان شاء الله.